أستاذنا الكريم، في ختام هذه الحلقة، ما الذي يتمناه الأستاذ علاء شمالي؟ يعني أنا بدي بيتي فقط، أنا بدي بيتي، بدي أهلي، بدي عائلتي، بدي حياتي المستقرة اللي كنت عايشها، حياتي البسيطة اللي كنت أتجمع مع عائلتي فيها في بيتي، أدعو عائلتي لوجبة طعام، نتسامر، نجلس سويا، أخرج مع أطفالي، مع أصدقائي. عارف شو يعني إنك تقول أنا أتمنى إنه يكون عندي بيت؟ في بعض الأحيان كنا نتمنى أن نسند ظهورنا على حائط، تتمنى أن تنام على بلاط، على شيء من الباطون. فأنا يعني أتمنى إنه أحصل على بيتي، أحصل على عملي، أمارس عملي، حياتي روتينية اللي ما كانت تعجبنا وأحيانا كنا نتذمر فيها. إحنا أنا محتاجها، بيتي اللي أنا محتاجه هو فقط مش جدران، مش حيطان، مش حجارة. بيتي هو كان موطني وأماني واطمئناني. إحنا ما بدنا فنادق، ما بدنا قصور، فلل، ما بدنا قصور، ما بدنا أي شيء، بدنا بيوتنا، بدنا بيوتنا، بدنا بلدنا، بدنا حياتنا. ما بدنا نكون رجال أعمال ومليارديرية لا، إحنا بدنا الحياة الوسطية، بدنا الحياة اللي لا نحتاج فيها أحد ولا أحد يحتاجنا، بل من يحتاجنا نقف بجانبه. حياتنا الوسطية اللي إحنا عايشينها كنا في نعمة كبيرة، كانت لنا، بالنسبة لنا كانت نعمة كبيرة. لذلك نحتاج حياتنا البسيطة الدافئة في موطني، في بيتي، في داري، في عملي، بعد كل هذا العمر وكل هذا التخطيط للمستقبل، أن تخرج بحياة صفرية أمر صعب، لكن الأمل عند الله، الأمل عند الله، ولن يضيعنا الله، بإذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا. أنتم أصحاب قضية عادلة، صاحب القضية العادلة، صاحب الحق، علمتنا الحياة ويعلمنا ديننا أن الحق سيعود إلى أصحابه مهما طال الأمد، مهما طال الظلم، ومهما اشتد هذا الظلام، سيبزغ الفقر بإذن الله تعالى.